كيبان لي في الدائره اللي بلات كتبان في المجتمع في المغرب بزاف هي ماشي في المغرب يعني ربما تكون عالميه. يعني داخل ما فيها ما هو سياسي وديني واجتماعي يعني مادي كثره ديال الطلاق ومشاكل عائليه يعني بزاف المشاكل اللي داخله في الدائره اللي بانت يعني دائره جديده يعني تقريبا 20 ولا 15 سنه الاخرى هي اللي بانت فيها وتا هو ما هو امني يعني حتى الامن ليه دور في هذا الشيء يعني كاين واحد التراخي في الامن خلى الناس يسيبوا ما بقاش عندهم هذاك الهاجس ديال الخوف ان راه يكون واحد رد الفعل ديال الامن بخصوص ديال الدوله لان يعني الدوله ربما كتحس بها ان شي امور بدات كتهرب منها بدات كتضعف لما كيولي القتل والهرج والمخدرات والدعاره وكذا كيبان لك ان كاين شي امور بدات كتهرب على الدوله ونتمنوا شي حكومه تعاود ترد البلاد المسار ديالها هذا الشيء اللي كيبان لي وشكرا اخويا بنادم ولا حمار وحشي في هذا الوقت اللي كتسمع داكشي المو داكشي البو ما فهمش والو الخوت شوفوا اللي عنده شي والديه شي خوتي ان شاء الله فيهم اقسم بالله ما تعاود تلقاهم انا الخوت خديت تجارب من خوتي كانوا ما عارفين فين وصلوا في الاخر ولكن الحمد لله فهمتوني المهم الخوت الانسان ان شاء الله في والدي الا باقيين في الحياه واللي ميتين اللي الله يرحمهم دابا بينو وبينك دابا تشقع ما غيضرك الضمير ديالك كدا تقتل امك ولا تقتل باك لا اله الا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يهدي الشباب والله يدير لي فيها الخير وان شاء الله فهمتيني ربي كبير الحمد لله.